الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونشكر لإخواننا وأهلنا الذين فتحوا لنا قلوبهم قبل ديارهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم أجمعين. وكثير من المساجد تفتح للناس الباب، ممكن يعني زول يجي حلة يفتحوا له المسجد يمشي يبيت وكذا الصباح يتخارج، لكن أعظم ما يمدح به الإنسان نصرة التوحيد، فهذه نعمة يعني نسأل الله أن يثبتنا وإياكم عليها. ولذلك سئل أنس بن مالك عن اسم الأنصار، هل هو اسم يعني سميتموه لأنفسكم أم سماكم الله به؟ الحديث عند مسلم، قال بل هو اسم سماهم الله به. فنشكر لكم هذه الضيافة الكريمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم في أموالكم وفي أهلكم، وأن يزيدنا وإياكم من فضله. إن شاء الله أقف مع حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو هريرة وغيره، وذكره العلماء في كتب العقيدة، حديث الفرق، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا الحديث استند عليه العلماء لما ألفوا في الفرق، لما ألفوا في الفرق العلماء لما قاموا في مؤلفات، تلقى كتاب اسمه الفصل في الملل والأهواء والنحل للإمام ابن حزم الأندلسي رحمه الله، بيذكر الناس، يذكر الخوارج وأول زول من الخوارج وقواد الخوارج، يذكر المعتزلة والمعام والأشاعرة والشيعة، ويذكر النصارى ويذكر اليهود ويذكر الخوارج، ويذكر غير من الفرق التي تنتسب إلى الإسلام. بيتكلم في الناس ليه؟ ده ما سؤال برضو يا أخوان، استنادا على هذا الحديث. وهذا الحديث بوب له العلماء في كتب السنة كالإمام ابن أبي عاصم في السنة، واللالكائي والإمام الآجري وغيرهم من العلماء من السلف المتقدمين من القرون الفاضلة. فده دين يا أخوانا. ولما يحذر الناس من الشرك أو من البدع، ده ما فيه اتهام للناس، وإلا ربنا سبحانه وتعالى حذر أئمة من أئمة الدنيا ومن أئمة الخلق كنبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الحج: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. ربنا سبحانه وتعالى أخبر إبراهيم أنه سيرفعه ويكرمه بأمر ويكلفه بأمر عظيم، ولكن قبل هذا الأمر العظيم نبه الله نبيه إبراهيم عليه السلام إلى أمر مهم. ما هو هذا الأمر المهم؟ وقد أبتلي إبراهيم منذ أن كان فتى كما قال الله سبحانه وتعالى بأن كسر الأصنام وناظر قومه وأقام عليهم الحجة، ثم ناظرهم كما قال ابن كثير لما قطع حججهم في المعبودات الأرضية، قطع حججهم في المعبودات العلوية، ثم ألقاه قومه في النار، ثم ابتلاه الله سبحانه وتعالى بذبح ولده الذي جاءه بعد تقدم العمر، جاءه بعد تقدم العمر بعد هذه الابتلاءات العظيمة، ونبي ربنا اتخذ خليل، ربنا سبحانه وتعالى وصاه وقال: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. شوف بعد الامتحانات النجح فيها كلها عليه الصلاة والسلام، بعد ده ربنا قال شنو؟ قال له شنو؟ لا تشرك بي شيئا. فالدعاة لما يجي يحذر الناس من البدع ومن الشرك ومن كذا، مش معناه متهمين الناس،
وإنما ده لزيادة التنبيه وحتى يحذر الناس. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال الدجال ما بيمرق حتى ينسى ذكره على المنابر. لما يقرب وقت الدجال ما بتسمع خطبة فيها الدجال، كلها بتكون في العيش والرغيف والسكر، أو تلقى فيها أبويا الشيخ طار، أو تلقى فوقها وينبسغت، ما بتلقى فوق الدجال. الزمن ده زمن خروج الدجال. ليه؟ لأنه الناس الأئمة بيقوا شنو؟ بيقوا ما بيحذروا الناس من الشر. عشان كده العلماء قالوا تحذير الناس. وأصلا أنت بتخاف على شنو؟ زول تلقاه مفلس بتقول لك في البابك الحرامية بجو، ولا الزول اللي عنده حاجة، زول ما شاء الله شغال في الذهب وكده، تقول له يا أخي اشتري لك خزنة ويمشي يصدق لك سلاح وكده وكده، عشان الحرامية ما يتلب عليك. لكن زول ما عنده حاجة، عنده زينا كده مثلا أو زي غيره من الناس ما عنده حاجة، كويس؟ أنت بتقول لي أسوي لك باب كويس وأعمل لك جرس وأعمل لك سيلك شايك وخد فوقه كهرباء، ما بتقول لي ما عنده حاجة. فزول تلقاه عقيدته خربانة، فهمت؟ زول عقيدته خربانة. ده أنا صاحب الديو جزء كبير من الدعوة، لكن برضو الزول اللي عقيدته كويس أنا شنو؟ أنا لابد أحذره وأنصحه وأكرر عليه. وهذه مسألة مهمة يا أخوان، إنه الإنسان الذي عنده فضل وعنده خير لابد أن يحذر من الشر. عشان كده حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في الصحيحين قال كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير. يجي الصحابي للرسول صلى الله عليه وسلم يقول له أخبرني بعمل يدخلني الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة إلى آخر. ثاني واحد يقول يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك أو أحدا بعدك، فيقول قل آمنت بالله ثم استقم. وهكذا كان بيسأل عن شنو؟ واحد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ده حال الصحابة. حذيفة بن اليمان قال أنا ما كنت بزال كده، قال وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ بعد ذاك النبي صلى الله عليه وسلم بين له. فعشان كده أخواننا لابد الناس يفهموا إنه الداعية إذا حذر الناس من الشر ده ما دليل على إنه الداعية قاعد يتهمهم، وإنما لأنه خايف عليهم. هذا الحديث الذي بدأنا به حديث الفرق فيه فوائد. الفائدة الأولى فيه صدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه الكلام ده وقت قاله الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين واحد، لا فيهم أحزاب، لا فيهم جماعات، لا فيهم طرق، ما مفرقين، كلهم كانوا واحد. فظهر التفرق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيدل هذا على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وده العلماء بسموه دلائل النبوة، يعني الأدلة على نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم شنو؟ أدلة غير القرآن والسنة والآيات وذكر الأنبياء من قبله لو إلى آخر. منها إنه النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأشياء ووقعت كما أخبر. زي شنو؟ مثلا ربنا قال تبت يدا أبي لهب وتب، في نهاية السورة ربنا قال سيصلى نارا ذات لهب. أبو لهب ده أبو لهب ومرته، النبي صلى الله عليه وسلم قال السورة دي نزلت عليه وين؟ في مكة، في بداية الوحي، بدايات الرسالة والنبوة، لغاية ما مات أبو جهل وإلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم. أبو لهب ده لغاية ما مات مات على الكفر والشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر إنه أخبر كما أنزل الله أنه شنو؟ أنه سوف يدخل النار. النبي صلى الله عليه وسلم لما في حديث السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قام عكاشة بن محصن قال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. فمات عكاشة رضي الله عنه على الإسلام، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي صادق، وغير من الأدلة. وهذا الباب ألف فيه العلماء. فائدة ثانية أن الأمة سوف تتفرق، دي لابد الإنسان يعلمها، ولو ما يتفرقت كان الناس شكوا في الأحاديث دي. لابد الأمة تتفرقت لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى 73 فرقة
هذا لا يعارضه الواقع، لأنه كثير من الناس الدارين يبطلوا الحديث ده، لأنه الحديث ده فيه والحل في النهاية ما دارين الحل. يقول لك طيب الآن الناس ما كتر، القادرية 4 تجانية 11 حزب الأمة 70 وديلك أنصار سنة 3 والمؤتمر الوطني 11 أكثر من الكم 70. العلماء قالوا هذا الحديث في أصول الفرق، في أصول الفرق، يعني بتلقى كم فرقة أصلها واحد. فالحديث يتكلم عن شنو؟ عن أصول الفرق، أنها 73 فرقة. من الفوائد أيضا بتاعت هذا الحديث بيان أن في الإسلام أمور تسمى بالأصول يجب على الإنسان أن يلتزمها حتى ينجو. ما النبي صلى الله عليه وسلم ورى أنه في فرق، الفرق دي منا عند عقائد كفرية بتمرق الزول بر الدين، زي الجهمية اللي بيقولوا الله في كل مكان، الله ما في السماء، يعارضوا القرآن. ربنا قال الرحمن على العرش استوى، قال في واحد في حلة بيجاي بيجي يكفر أخواننا لأنهم بيقرروا للناس العقيدة الصحيحة إنه الله في السماء. ودي أدلة كثيرة جدا، أدلة بجي ممكن نديك جزء منها، ولو هو داير نقاش بنناقشه فيها. ربنا قال الرحمن على العرش استوى في 7 آيات من القرآن، عرفتها؟ العلماء قالوا استوى ده الفعل استوى إذا سبقوا الحرف بتاع على لا يفيد إلا العلو، لا يفيد إلا العلو، يعني الله في السماء. وربنا قال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. يقول لك طيب إذا قلت الله في السماء هل معناه الله جوا جوا السماء يعني؟ ها؟ هل في تفيد الظرفية؟ طبعا هم بيقولوا كلام ما فاهمينه ذاته، ظرفية يعني جوا السماء؟ لا، العلماء قالوا حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، زي ما ربنا قال عن فرعون حاكيا كلام فرعون ولأصلبنكم في جذوع النخل. التصليب بيكون شنو؟ ببرة ولا جوا؟ جذوع النخل، بقرقر النخل كده ويدخلهم جوا ولا ببرة؟ بكون كون ببرة. ربنا قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، فامشوا في مناكبها، شيل طورية لو ماشي سوق أحفر 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 لغاية ما حصل السوق، ولا بمشي بفوق للوطا؟ بمشي بفوق للوطا. ففي هنا بمعنى على، كذلك قوله تعالى أأمنتم من في السماء معناه شنو؟ على السماء. النبي صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رأس الخوارج ذو الخويصر التميمي، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء ذهب قام قسموا على الناس، في ناس أداهم كثير لأنه كان داري يتألفهم، ناس رؤساء قبائل أسلموا جديد، النبي صلى الله عليه وسلم داري يتألفهم أداهم كثير، وفي ناس النبي صلى الله عليه وسلم ما أداهم. في واحد رأس الخوارج اللي هم التكفيرين اللي بيكفروا الناس ويكتلوا الناس، ديل الخوارج ديل ده، قام قال للرسول صلى الله عليه وسلم كيف تدي ده كثير وتدي ده بسيط؟ مفروض تقسمه بالتساوي، وده بليد ما فهم الحصر، ما بالتساوي، لأنه ديل خشوا الإسلام وراهم ناس كثير النبي صلى الله عليه وسلم يتألفهم. وفي ناس زي أبو بكر وعمر والأنصار وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم ديل إيمانهم راسخ، ديل مرقوا من قروشهم. ربنا قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، عرفت؟ المهاجرين والأنصار ديل مرقوا من أموالهم، ديل ما دارين مال، ديل دارين شنو؟ دارين الجنة. ربنا قال يبتغون فضلا من الله ورضوان، فدا النبي صلى الله عليه وسلم بيكلوا لإيمانه، دقم بنظرية تساي بعقله بس، داير النبي صلى الله عليه وسلم يساوي بين الناس ساكت، هما على كيفك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعطي له حكمة عظيمة، قال للرسول صلى الله عليه وسلم اعدل فإنك لم تعدل، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. شوف المجرم ده كيف، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الخوارج كلاب أهل النار أو كلاب النار. النبي صلى الله عليه وسلم غضب منه وقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. الحديث في صحيح البخاري،
حتى ابن حجر بعض مرات بأول بعض مرات يثبت أهل السلف مذهب أهل السلف مضطرب في هذه المسألة وفي مسألة الأسماء والصفات. في الحديث ده ما قدر يشرحه نهائي، ما قدر يعلق عليه لأنه ده حديث واضح. في كتاب التوحيد من صحيح البخاري زينب بنت جحش رضي الله عنها كانت تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وفي رواية: أنكحكن أهاليكن وأنكحني الله في السماء. وأدلة كثيرة جدا. مثلا تلقى الصوفية قاعدين في المولد وبيقروا في المولد أو بيقروا في قصة الإسراء والمعراج، يقولوا لك النبي صلى الله عليه وسلم أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماوات واستفتح الأولى والثانية والسابعة، وبعد ذاك النبي صلى الله عليه وسلم صار يتردد لما شرعت الصلوات بين موسى وبين ربه لغاية ما نقصوها من 50 لـ5 صلوات. بعد ما يختم الكتاب تقول لي: الله وين؟ يقول لك: الله في كل مكان. طيب انت المعراج ده كان لي وين؟ يقول لك: كان للسماء. وطيب الله وين؟ يقول لك: انت وهابي. ده جواب هسي؟ ده جواب؟ ده جواب؟ انت ماكل الزلابي على شنو؟ ماكل على شنو؟ فده يا اخواننا يدل على خفة العقل. عشان كده العلماء قالوا هذه المسألة، انا دي دار صلبها، لانه الفرق دي منا فرق برا الاسلام زي الجهمية، عرفتها؟ دي الناس بيقولوا انه الله في كل مكان. وبعض الفرق عندها بدع لكن لا تخرج الاسلام، كالمعتزلة كالاشاعرة لا تخرجهم عن الاسلام. طيب انا اميز كيف؟ لانه دي قد تلقاه عن زول ينتمي الى مذهب السلف ولكن هذه المسائل مختلطة عليه. السلف رحمهم الله وضعوا أصول اللي بيخالف واحد من هذه الأصول ده بيعتبروه ما سلفي، عشان ما يقوموا يلعبوا عليك الناس. يجيك واحد تكفيري زي عبد الحي يوسف، الناس يشوفوا عليه هيئة السنة من اللحية وتقصير الإزار، كويس، يجي يقول لك ده سلفي، ده زول زيكم. لا لا لا، لابد الإنسان يعرف أصول السلف. والأصول دي أخواننا السلف ما قالوا كده نقعد كده اجتماع، لا، وإنما هي أمور متقررة بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة. زي شنو؟ زي علو الله على خلقه، ده أصل من الأصول. زي مسألة الإيمان بالقدر، ده أصل من الأصول. زي مسألة الإيمان بالصحابة والترضي عنهم وعدم الخوض فيما شجر بينهم رضي الله عنهم أجمعين، هذا أصل من الأصول. عدم الخروج على الحاكم الظالم، هذا أصل من الأصول. مسألة الإرجاء وأن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، هذا أصل من الأصول، وغير من الأصول الكثيرة. البخالف في أصل من الأصول العلماء قالوا يتعاملوا معه كيف؟ قالوا إنه الزول ده يوروه الحجج، إذا قبله ورجع الحمد لله، إذا ما قبله ده يصير على حسب ما وقع فيه من بدعة، إن كانت بدعة مكفرة يكفر، وإن كانت بدعة مفسقة يبدع. وده بحل لك إشكال بتاع كثير من الحاجات. يقول لك يا أخي زول ده، في كثير من أخواني يقول لك يا أخي زول ده زول بيتكلم في التوحيد، لا تاني ما عنده عوجة. ما كان الخوارج ما كان عندهم مشكلة في توحيد العبادة، حصل لقاك خارجي بنادي غير الله معلق له حجاب، ما كان عندهم مشكلة في المسألة دي. مشكلتهم وين؟ في مسألتين. المسألة الأولى تكفير الحكام أو التكفير للمسلمين أو التكفير بالكبيرة، والمسألة الثانية الخروج على الحكام الظلمة، الخروج على الحكام الظلمة. فأي واحدة من اثنين وقعت في إنسان هذا خارجي، هذا خارجي، كويس. فدي أخواننا مسائل أصول الإنسان لابد يعرفها عشان بعد ذاك ما يقوم يتخبط، يعرف منهج السلف. إذا عرفت ده بعد ده بتبين لك حاجات كثيرة في الساحة دي. يقول لك يا أخ والله حيرونا ذاتي. لا لا ما حيروك، منهج السلف ده قاعد، عرفت المنهج ده واضح. عشان تعرف من أميز أصول أهل السنة والجماعة والسلف دعوتهم لما دعا إليه الرسل. شوف لو ما عندك أي بصيرة،
شوف الزول اللي بيتكلم في المنبر ده بيهتم بجنو اكتر مساله بركز على جنو. ولك يا اخي انتم ما عندكم كلام غير التوحيد والشرك ده، عرفوا زول نجيض دين المساله دي، ده الغالب بيكون زول ماشي تمام. الخوارج دي ما مزالتهم، مزالتهم السكر والزيت وكده، وتلقى كلامه كله يدندن عن تجويز الخروج والمسائل دي، عرفتها. ومن لم يحكم بما انزل الله يفهم الايه غلط ويخالف فيها منهج الصحابه والسلف واجماعات التي نقلها ابن القيم ونقلها ابن تيميه وغيره من اهل العلم. فبتلقى مسالته دي بتدندن هنا، ما بتدندن في التوحيد. وجميع الانبياء والمرسلين اول مساله دعولها التوحيد، لان اخواننا زي ما بين لك اخونا يسري، اذا ما في توحيد ما في عباده، وده حق الله. ربنا قال يا ايها الناس اعبدوا ربكم، ليه؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. ربنا يخلق ويدي الصحه ويدي العافيه، ربنا سبحانه وتعالى يرزق، ربنا يمن بالاولاد، ربنا يشفي من الامراض، ربنا يجيب سؤال السائلين. بعد ده يقوم يصرف العبادات لغير الله. بل الشرك الموجود الليله اخطر من شرك المشركين الاوائل. المشركين الاوائل في توحيد الربوبيه اللي هو انه الله خلقنا والله رزقنا والله خلق السماء والواطا، وما في حاجه في الواطا دي واحد ثاني خالقه مع الله، ما في ده عند المشركين، ما في كلام. الموضوع ده الليله نحن عندنا فوقه مشكله. ده كتاب اسمه فيوض البحور المتلاطمه للطريقه الختميه. افتح لك صفحه 106، كلام غريب مره واحد. دبعوه في الجامع الكبير بتاع السيد علي المرغني في الختميه هناك في حله خوجه اللي في بحري. الصفحه 106 قال: وقال ايضا راينا منه ذات يوم عيانا. ده بيتكلم من كرامات محمد عثمان المرغني واولاده، وكلها عباره عن شركات زي شركات التعدين وشركات النقل، زول يكون عنده شركات بتاعت باصات سفريه، واحد عنده شركات بتاعت ترحيل، واحد عنده شركات بتاعت غاز، واحد عنده شركات بتاعت زراعه، دي شركات باسم الدين، كويس؟ الطريقه السمانيه شركه، الطريقه الختميه شركه، الطريقة القادرية شركة. ما بيشتغل حاجة الشيخ قاعد للناس وديلا كبركوا، واحد عرقان يمشي يجيب للشيخ وكده، ولو بقت بس شركة كده ده كان أهون. لكن شوف العقائد. قال رأينا منه ذات يوم عيانا كان جالسا رضي الله عنه. شوف الكلام ده كيف. قال: في جمع من خواص أحبابه والحقير فيهم، يعني الكاتب الكتاب ده قال نفسا ما نفس الحقير. قال: والحقير فيهم، فجرى ذكر أبي يزيد البسطامي، ده من الصوفية الأوائل القدام. وأبو يزيد البسطامي ده كان بيقول: خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله. دار يوريك إنه زول عارف علم جد. قال: نحن المحلة اللي خشينا الأنبياء ذاتهم وقفوا في الجيفة، نحن ما خشينا محلة، فهمت؟ أنا ما بعرف خشة وين. وده إلا يكون بحر الكفر، الأنبياء ما بخشوا في هذه، يكون صدق وهو كذوب. طيب قال: وما حصل منه من إحياء النملة التي قتلها بغير قصد. قال أبو يزيد البسطامي قتل له النملة كده ما قاصد، تاني رجعها حية. طيب نشوف الكلام ده بعدين هل هو صح موافق القرآن ولا باطل وكفر وشرك. قال فأخذ أحد أصحابه، واحد من أتباع الختمية ديل، قال نملة وعركها بين أصبعيه حتى ماتت. وحش قال له نملة وقام شنو عركها لغاية ما ماتت. قال عيانا، قال حتى ماتت، وقال له: يا سيدي سألتك بالله أن تفعل لنا في هذه النملة كما فعل أبو يزيد حتى نرى ذلك عيانا. فقال رضي الله عنها: قومي بإذن الله فحيت النملة كما كانت. شوف الكلام ده كيف. قال: وقال أيضا أنه ذات يوم طلب سراجا من رجل، قال لي: يا أخي عليك الله يجيب لك حبوبة والنسيني أو حاجة عشان عندي كلام دار أكتبه. قال: ليكتب قرطاسا كان بيده فابطع عليه الرسول. الزول الرسل يجيب له السراج النور، قام شنو يدخر شويه. قال: فبصق على الحائط فاضاء سراجا ساطعا حتى كتب وقضي معنا. قال شوف الكلام ده، قال بصق على الحائط طوال البزاغ ده الله يكرمك، بقى شنو بقى سراج نور،
يعني بدل تمشي تشتري لك اسمها شنو دي اللمبة دي اسمها شنو اقتصادية مش تشتريها ب 45 جنيه تمشي للشيخ يبزغ لك خمسة بزغات تعلقهم في البيت لا كهرباء ولا عداد بتاع جمرة خبيثة هسي ده دين كذب كذب هسي ده جوين ده كلام فارغ كويس أما الإحياء فدحك الله بل في آيات ثانية ربنا قال الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم شوف التحدي جوين ربنا قال هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ربنا سبحانه وتعالى قال واتخذوا من دونه آلهة ده قرآن لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ربنا قال لا يخلقون شيئا لا يخلقون ده نفي نفي وشيئا نكر في سياق النفي فتفيد شنو العموم أي حاجة قال وهم يخلقون ولا يستطيعون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ربنا قال ما بيملكوا ولا حياة أي حياة نملة طيرة أي شيء ولا نشورا ربنا قال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه لو الضبان أكلت في أكل الشيخ وشالت منه ربنا قال يسلبهم شوف الفعل ده مناسب عشان يوريك ضعف من يعبد من دون الله ربنا قال الضبانة بتختف لأنه السلب ده أخ يقول لك ده سلب ما له سلب معناه أخذ منه بالقوة الضبانة بتختف من الشيخ بالقوة والحوار المسكين تلقاه بيضرب في المهيوبة بعيد مسكين هناك والضبانة بتاكل العتود مع الشيخ ضبانة موحدة انت قايلة بتخاف من الشيخ عشان كده البرعي عشان قال داري علم الناس آداب الشيخ والمريد والتصوف ده كله بربيك على عبادة غير الله قال سلم لقومك أو سلم لشيخك ثم كن عبدا له واخشاه دوما كخشية ضيغمي قال تخاف من الشيخ زي الأسد زي الأسد عشان كده سبحان الله بتلقى عندهم خوف من الشيخ يقول لك الشيخ ما تقعد في مصلايته ولا تقعد معه في السرير ولا تقول له لما لا تعترض فتنطرد قال أستاذك يا فقير كون عنده ذليل حقير ليه أتبعك الصغير لا تميل أبدا لغير أوعاك من الكجار أو لا تميل أبدا لغير يعني أنت لو ختمي ما تبقى قادر ولو قادري ما تبقى تجاني ولو تجاني ما تبقى سماني قال كن له قريب جار أوعاك من الكجار ما تكاجر الشيخ ومعاملة التجار يعني ما تعامله وانت داير منه شنو داير منه مقابل معاملة التجار قال في كربك أنده في كربك أنده وانت في الكرب المفروض تنادي الله لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قال ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله هذا استفهام إنكاري كويس قال في كربك عنده بتغيثك جنده لا تضحك عنده وكلام طويل جدا فده كل أخواننا باطل أديك كلام أخطر من كده مرة واحدة صفحة 97 صفحة 93 عشان تعرف إنه هذه الطرق ليس لها علاقة بالإسلام الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم الإسلام الصحيح لكن منهم ناس جهال ومنهم ناس مؤسسين ومؤلفين ومتبنين هذا المنهج الناس العوام ديل ناس بنقول إنهم ناس ضالين وكده لكن نحن بنبين لهم الحق أما الناس الكبار اللي بيألفوا الباطل والضلال ده ديل على خطر عظيم وهؤلاء من الطواغيت طيب قال الولي العيدروس قال وديل أهل بيت قال منهم الولي الراسخ القطب الواصل الذي عم إمداده وسمى إرشاده عبد الله العيدروس قال ومن كراماته طبعا يا أخوانا الكرامات في الشريعة في الكتاب والسنة الكرامات موجودة لكن الكرامات بتجرى على منه إذا زول وقع منه حاجة كده عجيبة ده ما طوالي معنا ولي
العلماء قالوا نشوف حاله، إذا ماشي بالكتاب والسنة وكان ده ما مخالف للدين فنحن ده بنقول ولي، وإذا لقيناه بيتعامل بالسحر أو زول بيقول لك أنا عندي أسماء أو عندي أسرار أو زول ما بيصلي الصلوات أو ما بيصوم رمضان أو بيقع في النجاسات أو ما أو بيصلي من غير طهارة، فهذا ليس جنو، ليس وليا لله، وليست هذه من الكرامات، وإنما هذا من أعمال الشياطين. عشان ما هي حاجة الناس بيتغشوا بها، يقول لك يا سلام شوف الزول دعم شنو، عرفتها؟ فلا بد الإنسان يميز، يميز. قال ومن كراماته أنه قطع رأس بعض تلامذته، قال من كراماته إنه قطع رأس بعض تلامذته فأعاده حيا، ده العيدروس، قال فأعاده حيا ورجع كما كان، ولذلك سمي بالعيدروس. قال ولذلك سمي بالعيدروس، بعد قطع رأس المريد تاني قام شنو؟ قام رجعه، عرفتها؟ ونحن معانا الآيات والأدلة اللي ذكرناها قبل. قال ومن كلامه، ده من كلام الوالدة تاع الختمية ده، قال أنا عرشها، أنا عرشها والكرسي أنا، أنا للسماء بانيها. إخواننا الكلام ده كيف؟ رأيكم شنو في الكلام ده؟ قال أنا عرشها والكرسي أنا، أنا للسماء بانيها، وربنا قال والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، السماء دي بناها رب العالمين، ها؟ ورفع بغير عمد رب العالمين، عشان كده بعديها طوالي ربنا قال هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. شوف الكلام ده غريب مرة واحد وكفر بالله. قال لولا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها، والله يا زول الدار يقرأ يجي يقرأ الكلام ده، ودبعوا وين؟ دبعوا في المسجد الكبير، أكبر مسجد للختمية في السودان في حلة خوجل، مسجد السيد علي المرغل، إلى الآن الكتاب يباع، إلى الآن، وما تابوا منه ما رجعوا، وناس كتار مساكين غشوهم على هذه الأحلام والأماني الباطلة، إنه الشيخ بيتصرف في الكون ويمرق. قال لك لو أنا بس ما الحياء والاستحياء من ربي كان طفيت نار الجحيم. يقول لك خلاص بس اللي بيقدر يطفي النار ده وبس، الموقف إنه يعني مستحي من الله ده نحن معاه طوالي، احنا هذول أعمالنا سودة، أخير نمسك في الشيوخ ده القوي، لأنه الشيخ قال أنا للسماء بانيها لولا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها. قال ومن كراماته، من كراماته أو قال برضو منهم واحد اسمه أبو بكر، كان وليا مرشدا، وهو الذي خاطبه السيد عبد الله الحداد فقال في ذلك المنوال أبو بكر في طريق الله رب العباد الواحد الفرد القديم الجواد، يعني هو في طريق الله. قال ومن كراماتي حين دخل عدن قال للسماء، ده الشيخ بيتكلم مع السماء برضو، قال للسماء يا سماء صبي لبن، ابن عبد الله دخل عدن فصبت السماء لبنا. اليوم هذيك جاب مطرة بتاعت لبن، أنا ما أعرف الناس طلعوا برا ولا هل طبقوا السنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل الغيث يكشف عن عاتقه ويقول إنه حديث عهد بربه، هل كشفت أنت ولا الحاصل شنو؟ السماء تنزل لبن، وده في منهج الصوفية عادي، جاء في كتاب اسمه طبقات والضيف الله والضيف الله، والكتاب حقق في جامعة الخرطوم وطبعته جامعة الخرطوم والدار السودانية، وكتاب معتبر عند الصوفية، بس لما يتعصروا بعض مرات بيقوموا ينكروا تاني بيرجعوا له. قال من كرامات الشيخ موسى ابن يعقوب الفضلي أنه جاء رجل فقال يا شيخ مكتوب بالدارج الكتاب، قال لي يا شيخ شردت لي خادم فاسأل الله أن يردها لي، لو أسأل الله يرجع لي الخادم دي، لو كان الزول ده سأل الله لكان هذا أمرا مشروعا، لكن قام قال له جيب برمة مريسة وبصلة وديكا خصيا. شوف الطلب ذاته طلب عجيب، لأنه ده شغل بتاع سحر يا أخوان. قال له جيب برمة مريسة وبصلة
ودي كان خصيح. دخل إلى الرومي مش هاي داك بتاع الطير، دخل إلى الرومي قال فجاب برمتين وبصلتين وديكين خصيين. ما بتقدر تعترض على الشيخ، تقول لا شيخ ما في ديك خصي، في خروف خصي وفي زول شاكل معه وبرضه بقى خصي وفي حمار خصي وكذا، لكن ديك خصي ده ما في، ما بتقدر تعترض على الشيخ. قال فصف المريسة فشربها هو ودناقلته، ثم قال له شيل الشجر وقول ألف باتاسا وقول يا بخيت، قال جات الخادم. ده مش كلام مساطين، أشيل الشجر وقلت شنو ده يا ناس، صف المريسة قال لك. وده عند الصوفية بيسمى بعلم الباطن، وده زندق وكفر. ها وده أصل له البرعي في كتاب رياض الجنة ونور الدجنة، قال في الخضر مع موسى الكليمي قصة، ما عارف ليك شنو تدق عن فهم شنو كده المتكلم. المهم جاب له بها شعر انه قال الخضر عمل اعمال هي في الظاهر مخالفه للشريعه وفي الباطن موافقه للشريعه، يقسم لك الدين لظاهر وباطن. والعلماء قالوا بيستدل بالايه دي كما قال ابن حجر ديل الزنادقه، والعلماء ردوا على كلامه قالوا العمل الخضر ده ما مخالف للشريعه. ليه؟ لانه الخضر ذات نبي كما رجح ذلك ابن حجر رحمه الله، لأنه قال في نهاية القصة وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وربنا قال عبدا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال الإمام القرطبي والرحمة هنا النبوة، كان نبي والنبي ربنا أوحى له، عشان كده قام قد السفينة، قد السفينة لأنه كان في ملك في الشارع بتاع السفينة، لما تجي ببلده أي سفينة سليمة بيقوم شنو بيشيلها له رجالة كده بس بيشيلها، والسفينة اللي بيكون فيها عيب بيقوم بيخليها. قام الخضر قال عليه لوح، كان ماشي مع موسى عليهما السلام وركبوا في السفينة وقالوا له مركبوا بالمجان، لأنه كان بيعرفوا الخضر عليه السلام. لما ركبوا قام الخضر قلع لوح، فقام موسى قال له عمدت إلى قوم حملونا من غير شيء أو كما قال، قال فخلعت سفينتهم أو خرقت سفينتهم، كيف يعني الكلام ده؟ فهذا يدخل في الشريعة في باب تفويت المفسدة الكبرى بارتكاب المفسدة الدنيا. يعني لو في مفسدتين، مفسدة كبيرة ومفسدة صغيرة، وما في طريقة إلا شنو إلا إنه أقع في واحدة من المفاسد. مثلا أنا جاي مثلا داير أقطع مثلا بمحلة بتاع الصحراء، ولما خشيت الصحراء ضليت لا لقيت موية ولا أي حاجة، لقيت مريسة بس، لقيت مريسة وأنا داير أموت، ولقيت معاه لحم خنزير وأنا جعان داير أموت، هل آكل ولا أموت؟ ها آكل ليه؟ ما حرام المريسة؟ حرام ولا ما حرام؟ لحم الخنزير حرام ولا ما حرام؟ طيب ليه آكل من لحم الخنزير وأشرب من المريسة؟ ليه؟ لأنه أموت هذه مفسدة شنو؟ أعظم، وهذه مفسدة شنو؟ أصغر. ده العمل الخضر عليه السلام، إنه خرج السفينة عشان ما يشيلوها كلها، أخير يقلع لوح وتاني يرجعوه يرجعوه، ولا الأكبر إنه الملك يشيل السفينة كلها؟ عشان كده ده ما فيه دليل له. ومع ذلك العلماء قالوا الخضر قال لموسى، يعني لو بس احفظ الجزء ده من الحديث، قال لموسى إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه. طيب الزول اللي بيقول الدين فيه ظاهر وباطن، وأنا باخذ بالباطن والناس التانيين ياخذوا بالظاهر، العلماء قالوا لو أول حاجة تعملها تقول للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يلزم الصوفي كده يقول للرسول صلى الله عليه وسلم إني على علم من علم الله علمكه الله علمنيه الله لا تعلمه، يقول للرسول أنا عندي علم أنت ما عارفه، ما زي ما قال الخضر لو دار تستدل بقصته. ها وأنت على علم من علم الله لا أعلمه، في زول بيقدر يقول للرسول صلى الله عليه وسلم كده؟ اللي بيقول للرسول كده ده حكم شنو؟ ده كافر. الزول اللي بيقول الكلام ده كافر طوالي، عشان كده يشوف الاستدلال بقصة الخضر مع موسى ده ما فيه دليل. طيب صفحة
111 الصفحة 111. وربنا سبحانه وتعالى يا أخواننا ما تعبدنا إنه نأخذ طريقة أو جماعة أو حزب. ها أنت تكون إنسان موحد متبع للرسول صلى الله عليه وسلم، تعبد الله سبحانه وتعالى وتحافظ على الفرائض، تلقى الله سبحانه وتعالى على المنهج الحق. لا داير لك جماعة ولا داير لك حزب ولا داير لك طريق. عشان كده الإمام مالك قال لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. أن إحنا ما بصلحنا إلا صلح الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. طيب هنا بيتكلم عن نفسه، قال ومن كلامه أيضا بشعر أنا الإمام المبين العالم العلم العاقل النزيه الشبيه الشامخ العالي. ده بيتكلم عن نفسه الشيخ. السيد السند الطود الذي سجدت ملائك الملك الأعلى لإهلاله، لا زلت أرتع في ميدان طاعته وذكره أبدا في كل أحوالي، فكنت عين وجود القدس في أزل يسبح الكون تسبيحا لإجلالي. شوف الكلام ده كيف الأزان جاء. أيوة الأزان. يقول هذا الإنسان الضال في كلامه وفي قصيدته وهو يحاول أو يريد أن يصل إلى مقام رب العزة والجلال والعياذ بالله، لأنه ده كلامه في نهاية القصيدة. قال فالعرش والفرش والأكوان أجمعها الكل في سعة مستهلك بالي، يعني قال العرش والفرش من فوق لتحت الدنيا دي كلها، قال كلها أنا بعيلها. قال وكل فضل سما في الكون مرتفعا فإنما هو من مني وإفضالي، وكل علم لدني حوته قلوب الراسخين فرشح فاض من حالي. يعني أسي مش قلنا في الصوفية بقول عندهم علم باطن وعلم لدني، هو قال العلم بتاع الصوفية ده ذاته قال رشح فاض من حالي، قال هو ده ذاته مني أنا بتاع الصوفية التانيين ذاته. وأي طريقة بتقول كده ديل الختمية، تمسك القادرية نفس الكلام، تمسك السمانية نفس الكلام، تمسك التجانية برضو نفس الكلام. التجاني قال كل طريقة بعد طريقتي منسوخة، كلهم قال أنا جيت قلت لهم غلط، القادرية غلط، السمانية غلط، السماني برضو قال كده. تاني يجيك القادر وغيره يقول لك البيمرق من الطريقة فكأنما خرج من الإسلام، فهمت؟ والتجاني قال جاني النبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما وقال لي إنه أصحابك كأصحابي ومن رآك كمن رآني. طيب عشان كده يا أخواننا الطرق الصوفية دي ما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة ولا في عهد أحد من القرون المفضلة، وإنما أدخلها أعداء الإسلام. اليهود والنصارى شافوا إنه المسلمين ديل بالعقيدة الصحيحة ما في أمة بتقدر عليهم، بالسيف كده ما بيقدروا عليهم، قالوا نازل نخش لهم بالأفكار وبالمناهج ونجعلهم متقاتلين في بيناتهم. الآن تعال شوف الثورات والمشاكل جوا بلاد المسلمين، أمريكا فوق ثورات، خرجوا الشارع مالهم بيروا عدم الخروج على الحاكم، حرام عندهم المظاهرات، عندهم حرام. ها إسرائيل فيها خروج، فيها ناس بيشتروا، فيها كلها في بلاد المسلمين. ليه؟ لأنه كثير من المسلمين أخذوا مناهج وفرقوا المسلمين بالأحزاب، ذاك أخو مسلم بيشوف إنه الحكام كلهم كفار هيعمل شنو؟ لازم نقلب الحكام. بقت مشكلة بين شنو؟ بين المسلمين من الداخل، بيقوموا أعداء الإسلام عشان يفرقوا المسلمين بيقوموا يشوفوا الزول اللي بيكتل المسلمين وكده يقوموا يدوا قروش، ولا يا سلام ايوه يتسلح يا اخي انت زول تمام وكده، يدوا قروش زي ما أدوا الأخوان المسلمين 2011 $8 مليار عشان يفرتقوا مصر ويلعبوا لعب ثقيل جدا. السبب الأساسي شنو؟ السبب العقائد والبدع التي دخلت في الدين، الشيعة الخوارج الصحابة فتحوا البلدان، فارس وقعد، الروم وقعد، الناس بيجوا يخشوا في الإسلام أفواج كثيرة، كويس؟ ما قدروا يقاتلوا الصحابة رضي الله عنهم، قاموا دخلوا بذرة الخوارج. جاء عبد الله بن سبأ افتعل لهم مسألة الخروج
على الحكام، وكذب على الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه، وألب الناس عليه. لليلة ما تحلت هذه القضية. الشيعة بشار الأسد المجرم، نسأل الله يقسم ظهره وأن يخزيه، الزول ده لليلة بكتل في المسلمين. ده شايت وين؟ شيعة. شيعة الشيعة بيشوفوك أنت كإنسان سني حلال الدم، حلال المال، حلال العرق، وإنه نحن كلنا اللي بنحب الصحابة، بنحب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، وبقية الصحابة كلنا أبناء زنا. دي الناس مجرمين إجرام عجيب خلاص. وبيروا المتعة، تعرف المتعة دي شنو؟ إنه الإنسان يتزوج مرة بالزمن، تزوجها 3 ساعات بعد ذلك كده زواجك انتهى مع القروش بالقروش. ده زينة، ده زينة، ده بيعملوا الشيعة، والآن شغالين يجندوا في الشباب بالشغلة دي. فهمت؟ حتى واحد للأسف يعني شوف الضلال بيوصل لوين. واحد سألوه قال له طيب لو واحد يتزوج واحدة ساعة أو ساعتين وهم شغالين متعة والزمن انتهى، يعملوا شنو؟ قال فإن زادوا فهو خير، يعني الشغلة بعد ذلك بيبقى فوقها يا أخواننا ودون الباقي والفكة. ده شنو داس؟ ده دين؟ ده شغل الشيعة. قالوا من تمتع مرة، يعني من زنى مرة فهو في درجة الحسن، ومن تمتع مرتين فهو في درجة الحسين، ومن تمتع 3 فهو في درجة علي بن أبي طالب. درجات الصحابة ديل بتحصلها بالزنا؟ لما تحصلها، تحصلها بالزنا عشان تشوف الناس زي الناس أعداء للدين. ده بيقولوا ده مسلم، ده ذاته يقول لك ده مسلم. والخوارج القبيلة اللي بيقتلك، واحد يقتل أبو أمه المجرم في رمضان الفات تبع داعش، ديل من الخوارج ذاتهم، ده قتل فجر نفسه على بعد كم، 40 متر من المسجد النبوي، فجر نفسه وقال نفسه كده بخش الجنة. واحدين ضبحوا أمهم، 2 من الصعاليق بتاع داعش ضبحوا أمهم واستدرجوا، يعني شوف الخيابة. عليك الله، أنا لما أقتل مرأة استدرج؟ شوف خايب وعقيدته الركب له الفهم ده شنو؟ الركب له شنو؟ دي أخواننا كلها أفكار دخيلة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما يحذر من البدع، دل بيسويه البدع دي نهايتها، نهايتها دي. ده لما يدو عقيدة زي دي، واحد يمشي يخد مرته عند الشيخ، يتزوج ربنا ما رزقه، بدل يسأل الله ويصبر ويعمل بالأسباب الدنيوية ربنا أباح له، يقوم يمشي يودي مرته للشيخ، بعد كم سنة يقول لك يا سلام المرأة ولدت، والله قام سنة ما ولدت وديناها للشيخ 2 شهر ولدت، يا سلام. يقول لك يا سلام شنو انت زول بليد، بس شوف اضانه دي ما بتشبه اضان الشيخ، شوف اضان الولد اداك له ده لو صحيح اداك. والكلام اللي قلته لك ده في التلفزيون القومي، خليفة ود بدر قال ابونا الشيخ ولا الكباشي ما بعرفه، قال ابونا الشيخ جاء واحد داير الولد، شوف الكلام ده كيف، قال دير ربنا قدام الولد، جاء خاشي على الشيخ، قبل ما يخش على الشيخ لقى ولده برا في الباب، قال له ماشي وين؟ قال والله جايكم هنا داير ولد، داير ابوك. قال له يا سلام مش وصلت انا، انا ذاتي اديتك ولد. شوف الكلام ده كيف، خش جوا الابو ذاته اداه ولد، قال له ولدك قبيل اداني ولد، قال له خلاص امشي لولدي خليه يميز من الجنة اللي اداك له، من الجنة اللي اديتك له. شغل بتاع غلوتيات ساكت، والله غلوتيات بس. ده قال عنده شامة في كراه، وداك عنده شامة في شعره، وهو الساكت مشى، وداك ذاته الأدو جا راجع في الشارع لقى واحد ماشي للشيخ داير جنة، قال له انت ماشي وين؟ قال له ماشي للشيخ داك، داير شنو؟ داير الولد. قال انا ادوني 2 هكا واحد، عارف بأن الناس ديل بيشيلون وين الأولاد ديل، تشيلون وين انت؟ فده يا اخواننا شوف العقائد دي، ده السبب بتاع غلاء الأسعار، ده السبب بتاع ضياع الأمة، ده السبب بتاع تسلط اليهود والنصارى. لأن ربنا قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ربنا قال وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. وده أخواننا اللي بينزل علينا غضب رب العالمين. ربنا قال إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قال قتادة كما ذكر العلامة ابن كثير رحمه الله
قال غضب الله عليكم لما دعيتم إلى الإسلام فكفرتم أشد من مقتكم لأنفسكم حين عاينتم العذاب. لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ في طريق نمرق من جهنم. العلماء قالوا بيتمنوا الرجوع للدنيا في أوقات، أول حاجة لما يشوفوا لما يوقفوهم قدام ربنا، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا، أها شنو دارين شنو؟ فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. تاني لما يشوفوا النار، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ربنا قال بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ربنا سبحانه وتعالى قال تاني دي آيات تاني، ربنا سبحانه وتعالى قال قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، وغير من الآيات. قالوا ربنا أرجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا وما للظالمين من نصير. فبتمنى الرجعة. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ بعدين اللي بيقول لك إذا كنت في هم وغم فنادني وقل يا مرغني أتيك بسرعتي وأمسك فوقنا وبنجيكم، ده كله كلام فارغ. ربنا قال ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم. عليك الله، شوف الآية دي واضحة كيف. لما يقول لهم يا ناس نادوا الله براو، الله براو. والله مرة مشينا مسجد قلنا لهم يا ناس الخلق السماء الله، ولا الموية دي جراء الله، والرزق ده حق الله. عمك كبير قال لي يا مولانا يعني الأولياء من ناديهم؟ شوف الزول ده، شوف الزول ده يا أولي عملوا حاجة من ديل، عملوا حاجة مع الله. عشان كده ربنا قال ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير، والذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذي العرش يلقي الروح على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لله لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم. ما بجاوب أحد، ملك حق الله. ربنا قال وتقطعت بهم الأسباب وبقت بيناتهم المشاكل في الآخرة وبقوا يتبروا من بعض، كما قال الله عز وجل وقال الضعفاء للذين استكبروا إنا، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنتم بمصرخي، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. أخوانا الدنيا دي ماشية، والله نزل الله غايته يثبتنا ونسأل الله يحسن خاتمتنا، الدنيا دي ماشية. ربنا قال ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني، وده هنا جرسة ما بتحلك، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فلان ده ربنا سبحانه وتعالى جاب لك الآية دي عامة، وهذا الفلان هو من أضلك في الدنيا،
قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. في الدنيا هنا بشاكل فوق وما بيرضى الكلام فوق، في الآخرة كما قال في قال تعالى في سورة فصلت وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس لنجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. شوف حصل بهم الحال كيف، بعديها بغادي شوف أهل الجنة. ربنا قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. الحال ده والحال ده واحد. ربنا سبحانه وتعالى قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ها ما ممكن تساوي الزول المؤمن الأطاع ربنا بالزول المجرم العارض ربنا. كان كده يقول يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ما له صاحبك ده مانو، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. ربنا قال وكان الشيطان للإنسان شنو؟ خذولا كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. شيطان ورطه زي ما ورط أهل بدر، قال لا غالب اليوم لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أخاف الله. شيطان بورطك. كده ربنا قال في سورة ياسين ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم شنو عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ربنا قال فاعترفوا بذنبهم فسحقا بعدا وهلاكا لأصحاب السعير. عشان القرآن ده واضح ما خلى حاجة. بعدين لو مشيت قدام ربنا سبحانه وتعالى النبز ما بحلك، النبز ما بحلك، ديل كده وديل ما كده. يا زول انت مالك وماله، امسك في القرآن ده واتبع كلام النبي صلى الله عليه وسلم تنجو. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا لما فيه الخير والسداد، وإن شاء الله إذا في أزيلة وكلام بعد الصلاة الشيخ أحمد قاعد أو لو في زمن الشيخ يتقدم.